ما تخليكي يا بنتي، هوصلك لحد البيت. في ايه؟ ما تقلقش عليا. كلنا شغالين وهي نايمة. اوكي، روحي انت وبعتيها لي. الرئيس عايزك. خير يا مستر. خير انت يا سم. تعالي اقعدي. معقولة كنت نايمة على الصبح؟ نحوية ودودي؟ كان مستنيك طب لحد ما تخلص قهوتك. على العموم أنا ما كنتش نايمة. كنت تعبانة فريحت شوية على الكرسي. ولو نايمة؟ ده مكانك. أنا بس اللي مزعلني إنك مش هتعرف تريح جسمك هنا. بلاش السكة دي معايا يا مستر. يا بت، يا بت افهمي، أنا عاوز أديك مفتاح المخزن تروح تريح جسمك هناك براحتك لحد ما أجيلك. طلع على السقف، سايبه كلك يا كشيو العبيد. قفل نفسك طبعا يا راجل يا رنه.